على خلافة أبو بكر؟ لا، السؤال بيقول لي ماذا بايع كل من علي وفاطمة أبي بكر المعصومين عند الشيعة الاثنى عشري؟ تفضل. على يا كتاب هذا البيعة؟ سؤالي واضح، الله يصلح حالي. ذو اللف ودوران، لماذا بايع المعصوم والله والمعصومة أبي هو بكر الصديق الأصلح خليفة حالك. المسلمين؟ سؤالي واضح، لا 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 لا، سؤالي واضح، اسمع، تفضل. واضح. أولا فاطمة عليها السلام لم تبايع أبا بكر قط. طب إذا أثبتت لك إن هي بايعت أبي بكر، ماذا أنت فاعل قدام الجمهور كده؟ إلزم نفسك. والله العظيم لن تستطيع شوف، إثباتها سؤالي واضح، أبدا، سؤالي واضح. إذا أثبتت لك إن هي بايعت، أقسم ماذا بالله أنت لن فاعل؟ تستطيع. شوف برضو، أعطيني بدون لف الحديث. ودوران، لا ورب الكعبة ما سيبك. هتلف وتدور؟ لا. إذا أثبتت لك بيعة فاطمة لأبي بكر، ماذا أنت فاعل؟ يلا توكل، رد، يلا إلزم نفسك، خليك بكر يلا. قدام الجمهور وإلزم نفسك. إذا أثبتت لك بيعة فاطمة لأبي بكر، ماذا أنت فاعل؟ من كتب الشيعة. يلا اعطيني إلزم نفسك، مسند إلزم كتاب. نفسك قدام الجمهور، طالع من نفسك راجل كده، إلزم نفسك. والله إلزم ما نفسك. يعني اعتذر اجلالا. انت ليش تصيح؟ ليش حاسدني؟ إلزم نفسك، خلص عشان وقت الزمت الجمهور، مش عايزين بالباحة. تضيع وقت. سبتك تتكلم 40 دقيقة ما جبتناش شنو حاجة. الزم نفسي بشنو؟ إلزم نفسك. احنا الآن أنت اقول لك تقول أنها لم تبايع. إذا أشرف غريب أثبت لك بيعتها بكتب الشيعة، ماذا أنت فاعل؟ إلزم نفسك. اعطيني اياها يلا. لا لا، إلزم اعطيني نفسك. هذا لو يلا. أنت انا راجل ومش معاك. خايف وواثق من دينك، إلزم نفسك بإلزام. اتفضل. قسما بالله لو اعطيتني اياه كتبي وصحيح وليس في تحريف ولا تفتت من حضرتك، لن اجادل ابدا في اي شيء. تعال 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 يلا تعال، يلا ادي اخواننا الاحبه الصفحه والكتاب. بالقران كمان، ما تقلقش. لا 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 لا، شوف اذا تروح للقران. اصبر يا ابني. ادي اخواننا الاحبه اثبات بيعه فاطمه المعصومه لابي بكر الصديق. اسمع وركز، كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني كما يظهر على الشاشة. صفة مبايعة النبي صلى الله عليه وآله للنساء، كيفية مبايعة النساء للخليفة أو ولي الأمر. اسمعوا، اسمع، صفحة 526. هنا يا أخواننا الأحب أنه قال عدة من أصحابنا عن 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 تمام، حين بايعنا دعا بمركان أن يتوضأ فيه فغمس يده وقال صلى الله عليه وسلم كذا 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 كذا، اللي هو ايه الحديث الاول اللي قال فيه عن خالد عن اسلم الجبلي عن عبد الله بن سالم عن المفضل، قلت لعبد الله كيف ماسح رسول الله النساء حين بايعونا؟ قال دعا بمركنه حتى يتوضا فسب عليه الماء الى اخره. المبايعه ابو علي الاشعري، هو ده الحديث اللي انا عايزه بقى. عن احمد بن اسحاق عن سعد قال ابو عبد الله عليه السلام اتدري كيف بايع الرسول النساء؟ قلت الله اعلم وابن رسول الله اعلم. قال جمعهن حول ثم دعا فصب فيه نضوحا ثم غمس يده ثم قال اسمعنا يا هؤلاء أبايعكن على أن مبايعة، صفة مبايعة النساء هي ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن ورجلكن ولا تعصين بعولكن في معروف أقررتم؟ قال نعم. فأخرج يده ثم قال اغمز أيديكن فغمس أيديهن في هذا الشأن. هنا بقى لابد، وفي حديث آخر أحبتي الكرام، لا تسودن ثوبا ولا تخمشن وجها ولا تدعين بويل أو صبور على المقتولين، فتلك بيعة النساء. وجاءت في نفس الكتاب في الكافي أيضا كما يظهر على الشاشة في الجزء 527 عن محمد بن يحيى عن رجل عن أبي عبد الله قال ولا يعصينك في معروف، قول الله في الممتحن آية 12، المعروف ألا شقن جيبا ولا تمن خدا ولا يدعين ويلا ولا يخلفن عند قبر ولا يسودن إيه ثوبا. تمام. حديث اللي بعده، لا ده عن فاطمة لو مثل النبي. يلا اتفضل، ادي صفة مبايعة النساء.
هل فاطمة خمشت وجها وسودت ثوبا ولطمت وجها عند أبي بكر، أم إنها التزمت بتلك الأمور لصفة مبايعة النساء للخلفاء؟ تفضل. أنت كملت؟ كملت، تفضل. أولا هذه ليست مبايعة، دي اسمها صفة مبايعة النساء. ركز يا حبيبي، ركز ركز ركز، أنا ما حكيت. دي صفة اسمها صفة مبايعة النساء. الآن عليك إثبات أن فاطمة تكون لطمت خدا أو خمشت وجها أو سودت ثوبا أو دعت بويل أو صبور على مقتول حتى تكون خرجت من البيعة، تمام؟ هل فاطمة فعلت هذا؟ أنت والله يعني هل أشرقت بالله؟ هذا ليس إلزام ببيع، دي بيعة النساء يا ابني يا أبو قاسم، هذه صفة مبايعة النساء. اسمع صفة مبايعة النساء. تفضل. شوف انت، شوف دائما تجعل نفسك رد بس رد صفة. انت قلت مش هجادل الان. اسمع. عندك صفة الان، عندك صفة لمبايعة النساء غير تلك، اثبتها. ما عندكش تبطل جدال وتلتزم بما اقسمت عليه. والله اقسم التزم بيه، لكن هذا ليس الزام ببيعه. عندك صفة غير هذه الصفة يا راجل، رد على قدر سؤالي. عندك صفة غير ما ذكر في الاحاديث لبيعة النساء غير ذلك؟ اتفضل. اسمع اسمع، هسه راح اطلع لك من الكافي بانه فاطمة الى ان توفت يا ابني ركز على ابي بكر. يعني مش دعوه بالغضب، انا بتكلمش في الغضب ولا مش الغضب، انا بتكلم في البيعه، انا بتكلم في صفه بيعه النساء. ركز ركز، ما بتكلمش في غضب ولا مش في غضب، انا بتكلم في صفه بيعه نساء. النساء انت النساء تمشي على فاطمه او ما ن... إيه فاطمه مش من النساء ولا ايه؟ استنى استنى استنى، فاطمه ليست من النساء. اي نساء انت اللي تقصد؟ نساء الكل ام شخص واحد؟ صفة مبايعة النساء، صفة مبايعة النساء في الاسلام. اي صفة مبايعة النساء؟ فاطمة من النساء ولا ليست من النساء؟ رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. فاطمة من النساء ولا ليست من النساء يا ابو قاسم؟ اخر مرة، فاطمة من النساء ام لا؟ والله شوف شوف، انا اقول لك بس خليني اقول لك، فاطمة من النساء ام لا؟ انا قسما بالله العظيم اجري معمم لفاف دوار، سمعته حواري معاه 40 دقيقة، مفلس افلاسته، اقسم بالله انه لن يجادل مرة اخرى. ما هو اما يطلع من كتب الشيعة هناك صفة لبيعة النساء غير ما ذكرنا، تمام، او يقول لي، يقول لك هي فاطمة من النساء. ده شفتوا الجنان وصل لفين؟ يقول لي هل فاطمة من النساء، تمام؟ الله المستعان. الأحبة الكرام، الباب اسمه ايه؟ صفة مبايعة النساء. فالبيعة النساء في الإسلام لولي الأمر هو الالتزام بيتها وعدم الإشراك بالله وطاعة زوجها، وكل دي كلها اسمها صفة مبايعة المرأة. ربع ساعة أبو قاسم، يعني خلي عندك دم وما تتصلش تاني، يعني خليك راجل وأدي كلامك، إما أن تجيب دليل عكسي يا إما تسكت. طب ناخدك تاني يا أبو قاسم، يلا يلا أبو قاسم، قبل ما تتكلم بحرف وأنا قافل صوتك أساسا، عندك دليل عكسي لصفة مبايعة النساء قدمه، ما عندكش بطل تتصل، وكن ذكرا وعلى قدر من يمينك الذي اقسمت به. تفضل. ذكر غصبا عليك، وهذا شوفه حديث، هذا مدونة الجزيرة العربية عندي، ولماذا الروافض والرد على بيعة النساء ابي بكر. انا بسألك سؤال، عندك دليل على صفة مبايعة النساء غير الذي قدمته في دين الشيعة، في كتب الشيعة، في مرويات الشيعة؟ تفضل. لم تبايع. طيب شكرا ليك، شكرا ليك، امثالك ما لهمش مكان عندي، خلاص خش.
لم تبيع عافية؟ لا. عندك دليل؟ قل لي عندي دليل. أنا قدمت الدليل على صفة مبيعات النساء من كتب الشيعة، من مروات الشيعة بآية حتى من القرآن وتفسيرها عند الشيعة. ما عندكش قل لي ما عنديش وخلاص. أنا راجل معاند ومن الآخر كده، أنا بقسم بالله كاذبا. احنا عارفين ده، احنا متأكدين منه كلنا، خلاص احنا حفظناكم بمعنى صح. هتقول لي اصلي مفيش، طب قول لي الدليل.